السنة هذه العام 2024 الشركة الوطنية للإسكان NHC حققت نجاح كبير في المبيعات في النصف الأول، هو حقيقة 4 أضعاف ما تحقق السنة الماضية كاملة أو في نفس الفترة. وصلنا إلى مبيعات تتجاوز قيمتها 13.5 مليار ريال، وهذا يعني نجاح كبير الحمد لله في الظروف الحالية هذه، وهذا يعزوه الحمد لله إلى أن الدور اليوم الكبير اللي تلعبه الشركة الوطنية للإسكان والطلب الكبير اليوم من المواطنين ومن المشترين أيضا يعكس نمو الحصة السوقية، الحصة السوقية للشركة الوطنية للإسكان NHC اليوم وصلت إلى نسبة كبيرة تتجاوز تقريبا 23% من إجمالي المبيعات السكنية بحسب البيانات المعلنة سواء من البنك المركزي أو من الهيئة العامة للعقار. البنك المركزي اليوم أعلن عن إجمالي تمويل ما يقارب في هذه الفترة 40.5 مليار. الوطنية للإسكان حصتها تقريبا في هذا التمويل ما يقارب 10 مليارات ريال. أيضا احنا نسيطر على حصة كبيرة من إجمالي عمليات التنفيذ للقطاع العقاري السكني، وصلت تقريبا الحصة السوقية للشركة الوطنية للإسكان ما يقارب 23% من إجمالي المعروض أو التنفيذ على الصفقات العقارية السكنية. إذا أخذناها فقط على مشاريع البيع الخارطة فحصتنا تكون أكبر من الرقم هذا بكثير، تجاوز 70% بشكل عام. النمو الكبير هذا نعزو أول ثقة العملاء بمشاريع NHC وشركائها من المطورين، وأيضا إلى عدد من العوامل اللي احنا عملنا عليها لزيادة المبيعات والعمل مع الشركة المطورين بتقديم منتجات مناسبة. طبعا نعمل على تقديم منتجات متنوعة بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وتكون أيضا مواقع مناسبة حتى للمشترين وبأسعار مناسبة. العمل الكبير هذا مع المطورين أدى لزيادة الطلب، ارتفاع الحصة السوقية وتحقيق الأرقام هذه الغير مسبوقة حقيقة في المبيعات للشركة الوطنية للإسكان، ومطلعين إن شاء الله لإكمال المسيرة إن شاء الله في المستقبل القريب. فيما يتعلق بالتسعير اللي ذكرته، هل كان هناك يعني واجهتم أي ارتفاع في التكاليف؟ لأنه نحن بنعرف كان في ارتفاع في تكاليف مواد البناء بعد جائحة كورونا، وبالتالي هذا يعني ما بعرف كيف كانت الصورة لهذا العام. طبعا أخت لارا، يعني كما هو معروف أنه في عديد من العوامل تؤثر على ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنشاءات بشكل عام. طبعا حسب دراسة احنا عملناها في NHC في عدد من العوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار. طبعا جائحة كورونا أدت إلى تعطل كثير من المصانع أثناء فترة الجائحة، وهذا أثر على إنتاج كثير من المواد الخام وخلافها بعد الجائحة، وأثر أيضا على سلسلة الإمداد بشكل عام. أيضا الحرب الروسية الأوكرانية لا زالت تؤثر على بعض المواد الخام وإنتاجها ووصولها إلى الجهات اللي تستفيد من هذه المواد. كذلك بشكل عام ارتفاع الفائدة يؤثر على القدرة الشرائية، وبالتالي في ارتفاع الأسعار وكذلك أسعار الطاقة. العوامل هذه مجتمعة أدت إلى ارتفاع في التكاليف ما يقارب 10% إلى 14% حسب دراستنا في الشركة الوطنية للإسكان. للتغلب على هذه التحديات، وهذه التحديات يعني في القطاع العقاري يعني تتكرر، نعمل بشكل كبير على أولا توفير المواد وسلاسل الإمداد بشكل كبير، وأعلننا عن مبادرة كبيرة للتوقيع مع عدد من المصانع سواء المحلية والعالمية لتوفير سلاسل الإمداد وبناء مناطق لوجستية ومدن صناعية في المدن الرئيسية، بحيث نضمن وصول المواد والماتيريالز اللي احنا نحتاجها للمشاريع في الوقت المحدد وبالسعر المناسب. أيضا نعمل على تصميم منتجات بأسعار مختلفة تناسب القدرات الشرائية للمستفيدين وفق الظروف الحالية لأسعار الفائدة. احنا نعمل على اليوم عندنا منتجات تبدأ أسعارها من 300 ألف ريال وتتصاعد إلى حدود 3 مليون ريال، بحيث أنه نقدم منتجات متنوعة تناسب القدرة الشرائية للمستفيدين. أيضا نعمل مع البنوك لتقديم حلول تمويلية مختلفة لتسهيل التملك للمستفيدين أو المشترين بشكل عام، واللي لاحظنا العمل هذا المكتمل أثر على المبيعات وزادت حصتنا السوقية، اللي عملنا الاستباقي لتجاوز هذه التحديات وتقديم المنتجات بأسعار تلائم المشترين، وبالتالي الحمد لله أثرت بشكل كبير على نسبة المبيعات اللي احنا تكلمنا عنها. سيد محمد، التكاليف الإضافية اللي تحدثت عنها بين 10 إلى 14%، هل
استطعتم أن تعكسوا كل هذه التكاليف الإضافية في أسعار الوحدات أم لا؟ بالطبع زي ما قلت لك احنا نعمل هذه التكاليف بشكل عام، هي ملاحظاتنا لارتفاع الاسعار نعمل على كيف نخفض التكاليف هذه، زي ما قلت لك في انشاء المناطق اللوجستيه وتوقيع او توفير سلاسل الامداد بالوقت المناسب لتخفيض اثر التكلفه وارتفاع هذا من انه يصل ل 10 أو 14%. ايضا تصميم المنتجات وتنوعها بحيث انه يكون سعر المنتج، نخفض في سعر المنتج مع عدم المساس بجودة المنتج وجودة الحياة في المشاريع، هذا يخفض من سعر المنتج النهائي وبالتالي يخفض التكلفة النهائية. نعم. على العميل. هذا اللي نعمل عليه. أيضا عملنا من الجانب الثاني على تخفيض الفائدة بالتعاون مع عدة البنوك لتخفيض التكلفة على المشترين. بشكل مختصر، هل الفائدة نتوقع أن تستمر في التراجع في العام المقبل؟ وبالتالي ما هي نظرتكم للقطاع العقاري؟ بالطبع يمكن زي ما هو معروف ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الحالية والسابقة له أثر كبير على القدرة الشرائية للمشترين. انخفاض أسعار الفائدة بيكون له أثر إيجابي كبير الفترة القادمة، ولكن حتى مع أسعار الفائدة الحالية احنا عملنا على مجموعة من المبادرات، من ضمنها كان عملنا على تخفيض سعر الفائدة أو مبادرة لتخفيض سعر الفائدة، قدمنا منتج 2.59. عملنا مع عدة البنوك، الآن نعمل على مبادرة جديدة مع مجموعة من البنوك بحيث أنه العميل في مشاريع البيع الخارطة تحت الإنشاء مبادرة قسطك دعمك يدفع فقط 400 ريال أثناء فترة الإنشاء، وبعد كذا يبدأ القسط بعد استلام الوحدة. نعمل دائما أي تحديات نتجاوزها بمنتجات مبتكرة تساعد على أنه يكون العميل يستطيع الشراء والتملك، ونتعامل دائما مع كل وقت وظروفه. احنا يمكن في نقطة مهمة، نعمل فقط مشاريع البيع الخارطة ومشاريع تحت الإنشاء، واحنا اللاعب الأكبر اليوم الشركة الوطنية للإسكان NHC تمثل حصة سوقية كبيرة تتجاوز يمكن 80% في المملكة، والمستقبل واعد. اليوم دور الشركة الوطنية للإسكان والمشاريع اللي تقدمها والطلب العالي شجع كثير حتى من المستثمرين المحليين والدوليين اللي اليوم احنا بدينا نعمل شراكات كبيرة معهم للاستثمار في هذا القطاع الكبير الواعد اللي مفهوم التطوير الشامل والبيع الخارطة تقوده اليوم الشركة الوطنية للإسكان بجدارة. نعم. وعمل كبير جدا في مختلف مناطق المملكة اللي أثر زي ما نقول اليوم على الطلب الكبير على المشاريع.